هاي كيوتات الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. والنهارده الفيديو هيكون عن تحدي يوم كامل باللون البينك. بس قبل تبدا الفيديو مش حاطه لايك شير سبسكرايب ودوس زر الاشعارات عشان يوصل لكم اي فيديو جديد انا بنزله. وبس كده ليتس جو، يلا نبدا. اوكي يا جماعه، انا هعمل لكم جوله سريعه جدا في البيت الجديد ده. اول حاجه ده مكان تصوير، ودي الصاله من غير ما اتفرج، انت شفت خلاص. وده المطبخ ده كله، وده الحمام، ودي اوضه النوم، اوضه المذاكره، اوضه اللبس، واوضه المرايه، واوضه الانوار، واوضه اوضتي يعني يا جماعه. بصوا يلا وبس ويلا بينا نبدا. اول حاجه هنروح نجيب لبس لونه بينك، وبعدين هنصبغ شعرنا باللون بينك، وبعدين هنروح نجيب لبس باللون بينك، وبعديها نرجع ناكل وننام، وننام بقى نعام وحاجات كده، بس باللون بينك كله كله البيت يا جماعه. لسه عامله النهارده والله، لسه عاملاها اصلا نص بينك يعني. ايوه نص بينك، اوكي مش اي حاجه بينك. ده بينك، واي تاني بينك، ده وده بس. وايه ده يعني؟ يلا بينا على التحدي يا جماعه. وصلت المول، ودلوقتي هشتري لبس باللون البينك. ما انا لبس اصلا تيشيرت او بلوزه يعني لونه بينك، بس المهم. اوكي هاي 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 هاي، اوكي لبس بلون. الله ده في كتير، في ده في ده، بس شكله وحش صراحه. في ده في ده، هجرب كله قولوا له ايه بقى. هجرب كده يا رب. يلا يلا يلا، وهاخد كمان النضاره دي. لا لا مش دي، دي يا ابني. ايوه دي حلوه حلوه. يا شكلها وحش جدا النضارة، شكلها جامد بس تحت اللبس شكله مؤدب جدا والتوكا يعني ملهاش علاقة. يعني لا لا لا، انا هغير هغير، مش هلبس ده. وانا اخلص من التانية يطلع لي ايه؟ وانا اخلص من التانية يطلع لي دي. اللي بعده حم حم. هو مفيش مفيش بينك غير اتنين بس، احنا عايزين الطقم يكون كله بينك، بس انا اصلا ما بحبوش. اللي بعده اخر واحد، يا كله وحش كله وحش. البسيه ده مفيش بنت تاني، مفيش بنت تاني. زي ما انا كنت هلبس اللبس ده يعني ارحم يعني من اللي انا شفته ده. يلا بينا بقى نعمل اليوم اللونه بينك كمان. يلا بينا نروح نصبغ شعرنا، يلا بينا. دلوقتي يا جماعه انا وصلت ال بتاع بيصبغ شعر، والله مش فاكر اسمه، كوافير كوافير اعتقد. المهم يلا نروح نصبغ شعرنا دلوقتي. يا ست الحاج لو سمحت، عايزين نصبغ شعرنا بلون بينك وبسرعه كده، بلاش كلام كتير. ماشي ماشي. هو في كذا يعني، في كذا لون بينك، في اللون ده، في اللون ده، وفي اللون ده اعتقد ده بينك برضو. ايوه ايوه بينك. ها تختاري انهي؟ جرب هات كده اي حد ونجرب عليه. اي حد ازاي يعني؟ اي حد يعني نصبغ شعره واشوف انهي انهي اي لون احلى يعني. اه ماشي. اسم كند، اي بحب الاسم ده اوي. شكرا. جربي كده اللون الاول ده. ماشي حلوة يا سادة. لا ما بحبش انا الالوان دي. لون تاني، ده مش بينك اصلا يعني، ده بنفسجي تقريبا بس مات. ده مش بينك اصلا يعني، فانا مش هحطه. طب ده ده حلو ده، خلاص ماشي اختار ده. امشي بقى امشي اختار ده. طيب اصبغهولك ولا انت تصبغيه في بيتك، ولا تصبغي فين؟ اصبغي هنا. ايوه اوه بس دي كده.
يلا دلوقتي يا جماعة، أنا صغت لون شعري ولبست، فيلا بينا بقى نجيب لون لبس أكل باللون البينك. يلا بينا، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وأنا بقيت بشوف عفاريت ولا ايه الماركت. فيلا بينا بقى نشتري أكل باللون البينك. أول حاجة ايه ده في وشي كده، في عصير بينك، هاخد واحد بس. وفي ورد كده لونها بينك، مش هاخدها، انا حاسب عليك في الاخر. مش حاجه بينك تانيه، وانا هشتري هشرب بس عصير وهقعد. اوكي ده في مومباني، ركزت. لا مش ده، لا ايوه هاخد واحد وكمان واحد وكمان واحد وكمان واحد. ايوه جيب كيسه كده نحط فيها حاجات. ايوه في ترمي عندي وردة يا جماعة. هاخد المربى دي، هاخد حليب الفراولة، ده طلع في حاجات كتير. هاخد الفراولة دي، اوكي مش حاجة تانية، اوكي مفيش حاجة تانية، السوبر ماركت خلص بسرعة جدا. فيلا بينا على السوبر ماركت اللي بعده. معايا اعوذ بالله من الخبز والخبائث. ايه ده ما ترد السلام؟ طيب ده انا حاسه لسه ده انا حتى لسه ما كملتهوش يا ستي. وانا كمان بقيت بهلوس ولا ايه؟ مهم كده، انا هجيب حاجات بينك بقى، انا هجيب حاجات بينك. ماشي جيب. انا بكلم نفسي ولا بكلم مين انا؟ اوكي مفيش حاجه، انا خدت دي، هاخد منها تاني يعني مفيش فايده بقى. اوكي ايه ده، الله في شمسيه، واو اوكي. في مخده بس مش عايزاها، وفي برضه كمان بس مش عايزاها بس كده. ده ايه الرخامه دي يا جماعه؟ السوبر ماركت ده ختيان. السلام عليكم، عايزه احاسب. ماشي حاسب. انا هحاسب لك. ايه ده انت جبت دول ولا جبت دول ازاي؟ لا جبت دول بس معلش. يا رب هو في ايه بقى؟ هو توكا بوكا بايظه يا رحمه يا جماعه. توكا وقعت في الزباله، توكا وقعت في الزباله، توكا وقعت في الزباله. ما نعمل ازاي؟ نعمل ايه؟ يا لهوي الله يخرب بيتك، التوكة وقعت. انا اسف. خدي كيسة حطي فيها الحاجات بقى ونخلص من ام اليوم الزفت كده. خدي يلا امشي بقى من هنا، امشي برضو نسي. اصح نسيت حاجة، خدي. اعوذ بالله. اوكي يا جماعه احنا دلوقتي وصلنا البيت، وما تقولوش بالكم من اللي حصل ده. انا كنت بس خارجه عن شعوري، بس انا طيبه خالص من جوايا، بس بيفكوني عن شعوري بس مش اكتر. يلا بينا بقى ناكل بقى الاكل، هنقسمه بس كده، فطار غدا عشاء كده. اوكي ما انا جبت توستر او ايش يعني، انا جبت حاجة يعني. يا رب انا مش ناسي، انا ناسي اسمه توستر تقريبا، والله ما فاكرة توستر ولا ايه. مهم يعني العيش ده او التوستر، يا رب انا مش فاكرة اسمه. مهم يعني ده هنجيبه ونحط عليه مربى ساندويتش، يعني ساندويتش نجيبه. احلى ساندويتش ده ولا ايه؟ خلص في ثواني. وجنبيه بقى ايه بقى؟ صح نجيب كوباية. فين الكوبايات؟ ايوه الكوباية دي مش لونها قوي، جبت لونها بينك. خلاص اجيب الكوباية التانية. يلا ايه ده؟ يا لهوي ايه اللي حصل؟ يا لهوي بقى يهو بقى كله يتعدن بقى، تحط على الفرن بقى. الله بيكون شاي بول. الله ايوه عصير كده جميل.
بس كده ده الفطار، وجنبيه كده مثلا فراولة، بس كده ده الفطار. نوسع بس يا لهوي، نوسع بس كل الحاجات دي. ايوه، تدي كده في العصير وبس كده. انا كده خلصت وده فطاري. هفطر بقى عشان فاضل شويه والعصر هيقدم، مش حد بيفطر على العصر. فيلا يا جماعه بقى، يلا يلا نشرب بقى، نشرب. يا لهوي يا جماعه، بقى مش عارفه اوقف الفيديو، حرام عليكم. اوكي يا جماعه، انا خلاص فطرت ودلوقتي هاكل بس فراوله بس كده. انا خلاص فطرت، فاضل شويه اصلا والمغرب هيقدم، فيلا بينا نتغدى بسرعه. انا اول مره اشوف حد بيفطر بعدها بيتغدى على طول، اول مره يعني فطار وبعدها شويه كده يتغدى كده. اما فطار وغدا ليه ده يا جماعه؟ انا بطني هيتفرقع يا جماعه. اوكي الاكل ده مش غدا خالص، انا لسه فتره بيه اصلا. هاكل بونبوني واشرب عصير واشرب حليب واكل فراوله. طلع الفراوله عليت، واكل فراوله واكل بونبوني واشرب عصير واشرب حليب واكل فراولة. هو كله متعلق كده ليه؟ واليوم الازرق ده، اليوم البينك ده، اليوم البينك ده، معرفش يوم اسمه ازرق ده، وانا مطور الفيديو ده. بس كده اتغديت، مش مفيش اكل اتعشى بيه. خلاص هطلع هروح لما يجي يعني وقت العشاء، هروح واروح يعني مطعم واطلب اكل لونه بينك. يلا بقى استنوني في وقت العشاء. اوكي يا جماعه، دلوقتي انا هتعشى وبعدين هنهي الفيديو بقى، عشان احنا اصلا الساعه 11 واليوم بينتهي في الساعه 12 اصلا، ففاضل ساعه اصلا واليوم ينتهي. فلما ناكل وننهي الفيديو هيكون اليوم خلص. فيلا بينا نطلب اكل بينك وربنا يستر. تطلبي يا بابا يا بابا، اخطبوط اخطبوط، حد وكمان حد يدخل على حد كده. افرض كنت مثلا بسرق الكوبايه دي، افرض مثلا كنت بظبط الترابيزه دي، افرض مثلا كان زماني مشيت اصلا، كان زماني مش موجوده. افرض كده، ما تعملوش كده يا جدعان. ايوه طب اطلب طب هتطلبي ايه؟ عايز اكل بينك. اكل ايه حضرتك؟ اكل بينك. ماشي، اكل بينك ده عند الناس، اما ده مطعم سمك ازاي هنجيب لك اكل بينك ده؟ ازاي يعني نجيب لك سمكه يعني لونها بينك ازاي؟ اتصرف بقى، انا ماليش دعوه. ماشي يا فندم، ماشي هشوف بقى في كده اكل بينك ولا لا. ايه ده؟ الله، كل ده عشان قلت عايز اكل بينك. الله الله، اتفضلي. يا عم انت تاني، مفيش فايده، بقولك ما تدخلش في الحاجه دي. افرض كنت بعمل حق، فهمنا بقى، ما تفق. اقعدي اقعدي، الاكل اهو ده اللي عندنا بس كده. السلام عليكم. انا بقى الله، كيكه جميله قوي. شغل بقى الشمعه. وهابي بيرثدي تو مي، هابي بيرثدي تو مي، هابي بيرثدي تو مي مي، هابي بيرثدي تو مي. يا اوكي يا جماعه، انا هاكل الكيكه دي، قصدي هبلع الكيكه دي. اوكي يا جماعه، انا هبلع الكيكه، قصدي هاكل الكيكه دي وبعديها هرجع لكم. انا دلوقتي يا جماعه اكلت، انا دلوقتي يا جماعه بلع، قصدي اكلت الكيكه و اوكي يا جماعه، انا بلعت الكيكه، قصدي اكلت الكيكه ودلوقتي هننهي الفيديو وبس كده. كده وصلنا نهايه الفيديو. مش حطوا لايك شير سبسكرايب الزر اشعارات علشان يوصل لكم اي فيديو جديد انا بنزله. بس كده تشاو. الكاتشب وكله تمام، سأضعه فوق الطعام. يا سلام، طعم الكاتشب رائع لذيذ المذاق، طعم الكاتشب رائع على كل الأطباق، كالبيتزا والباستا وعلى ستيك، ينظف أذنيك وجهك ويديك، ضع على كل شيء ليرجع جديد، ضع على كل شيء فهو مفيد.